السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع مهم جدا للخرائط. هنختار مثلا مكان من الأماكن، فجاب لي الجزء ده. الجزء اللي عليه المستطيل هو ده اللي هنشتغل فيه، هو ده 3D. كل المباني اللي خارجة المستطيل دوت لسه ما اتعملش 3D. الجزء ده ينفع نخليه image، نخليه CAD، نخليه ليزر كات، نخليه template. فانت ممكن تيجي تعمل سيلكت، مثلا انت عايز الجزء دوت او عايز جزء اكبر زي ما انت عايز، مش لازم يكون مستطيل، تقدر تتحكم فيه زي ما تحب. تقدر تعمل واحد تاني بالشكل دوت، تقدر تعمل له شير، تقدر ان انت بريفيو، ممكن نقول له ذا سكان، ممكن نقول له احنا عايزين نشوفه 3D بالشكل دوت، فيبدأ يفتح لنا في نافذة أخرى. تعال بقى نتفرج عليه 3D هيبقى عامل ازاي. هنبدأ بقى نشوف بقى الطبقات بتاعته. هو بيلف بالشكل دوت، ممكن نقول له احنا عايزين انفو، عايزين مثلا لايت، عايزين اوبجكت، حاجة حسب حاجة انت عايزها. ممكن برضو تتحكم في الوقت، في الشادو. طيب خلينا نيجي هنا، ممكن نقول له احنا عايزينها كات ريفت مثلا. فيظهر معانا بالشكل دوت. وتقدر تيجي هنا تشوف الخصائص بتاعتها، ممكن تقول له انا مش انا عايز الشادو اعلى، عايز الستايل. بالشكل دوت كل مرة بيجيلك بشكل مختلف حسب انت عايز تصدره لإيه. ممكن عايز تصدره كصورة مثلا، تشوفه كصورة. فخلينا نعمل زوم عليه بالشكل دوت. زائد ان هو البرنامج من ضمن المزايا اللي فيه ان انت تقدر تتعامل معاه من داخل الاركيكاد ومن داخل الريفت. يعني لو انت عندك اركيكاد تقدر تسطبه بحيث ان انت تختار المنطقة اللي حوالين المشروع اللي انت شغال فيه. يعني انت مثلا شغال في العاصمة الإدارية الجديدة مثلا، فالمبنى بتاعك تاخد المنطقة اللي حواليه وهكذا. هو طبعا لسه مش كل المدن معمولة، لكن دي بداية طيبة، وبعد كده ممكن ان شاء الله العالم كله يبقى موجود بنفس الفكرة دي، تبقى في سهولة ان انت تحصل على حاجة. هنا طبعا دي 2D، بيقرا لك 2D. ممكن تقول له انا عايز اكتر من حاجة، ممكن تقول له انا عايز مثلا اشوفها ريفت دي اكس اف 3D سكتش اب سلوب. تعال نشوفها بالراينو هيبقى على شكل عامل ازاي او بالشكل دوت. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو عشان تقدروا تجربوا.